اهلا وسهلا، انا جدو. مساء الخير. شلونك جدو؟ انت كيفك؟ تمام الحمد لله. تفضل عمتي بالصالون. يلا. مساء الخير. مساء النور. تحسين خليل، تاجر ورجل اعمال. شرفت بمعرفتك سيدة هند. أهلا وسهلا جدو. أنت شلون بتقول على اسمك الحقيقي؟ على ما يبدو السيدة هند مدللتك زيادة عن اللزوم. عبير مؤدبة وعمرها ما عملت شي خليني وجهها مشان. ها؟ لكان بسمعي لسانها طويل. أنا آسفة جدو، يعني فكرت إنه كتير مهم يضل اسمك الحقيقي سر. تفضل ارتاح. عن إذنك لأعمل القهوة، كيف بتحبها؟ من إيدك طيبة، شو ما عملتيها؟ أنت شو وصلت؟ ما بعرف، أنت شلون بتقول على اسمك الحقيقي؟ ليه؟ يعني مو المفروض الإنسان لما بيتعرف على ناس جدد يقول عن اسمه الحقيقي؟ والطير؟ الطير كبر خلاص، تقاعد، ختيار. لا أجده، لا، الطير لازم يضل، الناس بحاجة له. الطير لا بيموت ولا بيختير ولا بيتقاعد. مين قال لك إنه الطير ما رح يضل؟ الطير دائما موجود. بالبداية كان شاكر، وبعدين شاكر وأنا، وهلأ أنت الطير. الطير الحقيقي هو انتي، وانتي شو بتريدي مساعدة؟ انا ما بقصر ابدا. هلا انتي زعلانة منه لانه خوف همتك ولا لانه ما احتفظ بالسر؟ الاثنين. أنا ما بقدر سامح أي شخص بيحاول يأذي عمتي، ولأنه ما طلع قد المسؤولية. بهالحالة بسام لازم يتعاقب. يتعاقب؟ رح أخلي عمتك تفصله من الشغل وما حدا يشغله أبدا. لا حرام. قلبك علي؟ كله إلا شغله، أبوه عاجز، هو عم بيصرف على أهله. لكان رح الاقي له طريقة عاقبه فيها غير شغله. اهلا وسهلا. يسلموا ايديك يا مدام. وايديك. تفضل جدو. شكرا جدو. يسلموا حبيبتي. مين اللي لازم يتعاقب؟ ما حدا عمتي، ما حدا، ما بدنا نعاقب حدا. بس انت عاقبتيه بطريقتك. انا خلص ما عاد عاقب حدا ابدا. اخر وحده عاقبتها هي دلال. دلال؟ ليش شو عملت معها؟ خليت التجار ما يشتروا من الفساتين اللي راح تشتغل هون، بس لفتره بسيطه لحتى تحس بغلطها. علي عمتي شلونك؟ ليش لهلا؟ وين كنتي؟ كنت بالجامعه. لهلا؟ تعالنا محاضرة الساعة 6، هلأ 7:30 و5. في جامعة بالليل؟ ايه عمتي، اوقات بالليل واوقات بالنهار. وكيف اجيتي؟ جيت بالمكرة بس كنت حموت من جوعي. كلي على مهلك. خلص شبعت. خدي التفاح. عبير، كيف بتتصلي بجدك تحسين؟ بدك تحكي معه؟ وقت بدك تحكي معه قولي لي، انا بطلب لك اياه. معك رقمه؟ ايه معي. بقوم بتصل لك فيه؟ لا مو هلا، انت اعطيني رقمه انا بحكي معه بعدين. ايه تكرم عينك. نعم. مين؟ اهلا اهلا.
اهلا مدام هند، كيفك؟ كيف صحتك؟ خير ان شاء الله. لا بس انا حابه اشوفك، بدي ناقشك بموضوع ممكن؟ مو تحت امرك. ممكن تقبلي دعوتي اليوم على العشاء؟ لا ما في لزوم للعشاء، يعني موضوع صغير. لا 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 لا، انا مصمم ان شاء الله الساعة 9 مساء بكون عندك. شكرا على الاتصال، هذا الشيء بيسعدني كثير. الى اللقاء. شكرا. ما بتعرفي وما بتصدقي قديش كنت سعيد لما قبلتي دعوتي على العشاء. بصراحة ما كان العشاء هو الهدف بالأساس، أنا كنت حابة أشوفك وأخذ رأيك بخصوص عبير. خير إن شاء الله، في شيء؟ يعني بما أنك أنت قريبة الوحيد فالمفروض انك تكون المسؤول عنها معي، ونتساعد انا وياك لتأمين راحتها وسعادتها العبير. وهذا الشيء بيسعدني كثير كثير كثير، وانا تحت امرك وامرها. امريني. البنت عم تطلع من الصبح واحيانا ما بترجع للمساء. وين عم تروح؟ على الجامعة طبعا، بس كليتها بعيدة ومشوارها طويل. احيانا عبير بتضطر تركب سيرفيس او اثنين لحتى توصل على كليتها. انا عم فكر اني خفف هالتعب عنا واشتري لها سياره، شو رايك؟ هي اشتكت لك؟ لا ابدا، انت قلبك رقيق وما بدك اياها تتعب. واكثر من هيك، انا لما بشوفها جايه تعبانه بحس حالي حامله هموم الدنيا. انا ما بفضل السياره الخاصه للشباب بشكل عام، وخاصة لطلاب الجامعة. ايه بس عبير. عبير قوية وقد حالها، ومرت بظروف قاسية وصعبة جدا جدا، وانا برأيي ما نقدم لها شيء لحتى هي تطلب بنفسها. بس عبير بعمرها ما طلبت شيء، تيابها غصبا عنا بشتري لها اياهم، مصروفها بضل معها شهر اذا ما صرفته على نزار ورامي. مو مشكلة، بس السيارة الخاصة أخطارها أكثر من المواصلات العامة. أما إذا أنت هيك بدك ومصممة أنا ما عندي مانع. أنا ماني مصممة، أنا عم باخذ رأيك.